صلحت. المهم هنا مش انه دي ناس خلاص مستعدة يعني من بكرة تسويه. الفكرة ان بيمثلوا قطاع مهم جدا من الطبقة العاملة واقفة مع الثورة مش واصلة في دفاع المسلمين وبتدور على بديل. هل هتلاقي البديل ده ولا لا؟ ده احنا هنعمل ايه معاهم؟ احنا هنشتغل ازاي معاهم؟ لو احنا اشتغلنا صح مع القاعدة الواسعة دي من جماهير الطبقة العاملة والشباب هنقدر فعلا نبني على نتائج الانتخابات دي. اللي بيقول ان الناس انتخابتهم لان هم بيمثلوا عبد الناصر في زي طب ما ده كويس ده مش وحش. ليه؟ لان عبد الناصر في دماغ الطبقه العامله معناه حقوق العمال، معناه التامين، معناه المساكن الشعبيه، معناه مجانيه التعليم، معناه حاجات كتيره جدا اساسيه بالنسبه لنا، فهي دي حاجه ايجابيه ما هياش معناها بيتحركوا لليسار مش لليمين. الزميل اللي اتكلم عن الفلاحين طبعا الفلاحين حاجه اساسيه مش بس يعني احنا اتكلمنا على انه لو الطبقه العامله ما قدرتش تكسب الفلاحين، ما قدرتش تكسب فقراء المسيحيين، ما قدرتش تكسب النساء المضطهدات، ما قدرتش تكسب البدو سينا، ما قدرتش تكسب النوبيين، كل القطاعات المضطهده والمستغله في المجتمع لازم يتجمعوا. نتائج الانتخابات بتوري اهميه ده، بتوري انه في الحتت الريفيه اللي ما فيش فيها شغل للثوريين اللي الثوره ما وصلتلهاش دي الحتت اللي شفيق قدر يبتلعها واللي الاخوان قدروا يبتلعوها. عشان نقدر نكسب القطاعات دي من شفيق ومن المجلس العسكري ومن الاخوان مستقبلا محتاجين نشتغل فيها، محتاجين نشوف ايه مطالب الفلاحين، محتاجين الفلاحين يحسوا ان هم جزء من الثوره، ان مطالب الثوره بنحقق مطالبهم هم على الارض. بالنسبه للتطهير، عمليه التطهير ميزه بدايه عمليه التطهير انها كانت من جوه المؤسسات. اكتر ناس عارفه مين القيادات الفاسده ومين القيادات اللي تابعه للحزب الوطني ومين القيادات اللي تابعه للمخابرات والاجهزه الامنيه، الناس اللي بتشتغل في المؤسسات. عشان كده افضل واحسن مدخل لكل مؤسسه عشان يحصل فيها تطهير حقيقي وتغيير حقيقي واعاده بناء حقيقي لازم تبقى من جوه المؤسسه دي بما فيها المؤسسه العسكريه. بالنسبه للاخوان والموقف العسكري، الزميل اتكلم صح تماما انه الاخوان لغايه امبارح كانوا متحالفين مع العسكر، النهارده بيقولوا يسقط العسكر، احنا بنقول يسقط العسكر من اول الثوره. هم بكره ممكن يقولوا نتحالف مع العسكر تاني. طبعا بس الفكره انه لما يقولوا نتعرف على العسكر احنا بنفضح قيادتهم قدام قواعدهم، قواعدهم اللي نزلت قالت يسقط خط العسكر. لما تلاقوا تاني يوم مرسي في حضن طنطاوي دي فرصه ليك انك انت تكسب اهو، تقول له بص قيادتك بتكون الثوره، بس ما تقدرش تعمل ده لو انت متأفف منه ومش عايز تقف جنبه في المظاهره. لو انت مش واقف جنبه في المظاهره هتتكلم معاه اصلا ازاي؟ هتتعرف عليه اصلا ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. يعني مثلا اديكم مثال، لما الاخوان لما قيادات الاخوان قدمت فينا بلاغات وعملوا الحملة بتاعتهم في الجريدة بتاعتهم ضد الشرطيين السوريين، اللي وقف الحملة دي واللي شال البلاغات دي هي كان ضغط من قواعد الاخوان المسلمين. ليه؟ لان قواعد الاخوان المسلمين كانت اتعرفت على الشرطيين السوريين في الحركة وكانوا ضد انه قياداتهم يبيعوا الشرطيين السوريين. لو انت بتشتغل مع القواعد تقدر تفتح المدخل لفتح القيادات. الاخوان المسلمين لو مسكوا السلطه بجد، طبعا مش انه مرسي يبقى رئيس، مرسي مش هيبقى رئيس حقيقي، مرسي ملوش اي لازمه، مرسي هيبقى رئيس على نفسه بس، ملوش اي علاقه باي صلاحيات حقيقيه، بس لو فعلا مسكوا السلطه احنا هنبقى اول ناس ندخل المعتقلات. هيدخلونا السجن وهيعدمونا، ده اكيد، ده الشرطيين السوريين ده ما عندناش اي شك في ده، احنا مش واهمين ان هو مثلا لما نقف جنب انتظارينهم النهارده بكره هيفتكرنا وما يدخلناش السجن، هيدخلنا السجن طبعا. بس احنا عايزينه، احنا عايزين رقم واحد زي ما الزملاء قالوا، احنا دلوقتي لازم نبص على اللحظه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي قدام امكانيه حقيقيه لانقلاب عسكري كامل ينهي الثوره المصريه ويحط لنا كلنا الاخوان والشرطيين الثوريين وايا كان الاسم في السجن مع بعض. ماشي؟ دلوقتي حالا لازم نوقف الانقلاب ده بكل الوسائل الممكنه، في الشوارع، في المصانع، في الاحياء الفقيره، في الميادين، بكل الوسائل الممكنه، لانه الانقلاب مبتدي. يعني حد وراني دلوقتي خبر في الاهرام ان المدرعات
تدخل على القاهره من كذا محور يعني ماشي. دي مش صوب مش ده مش انقلاب ناعم يا جماعه، مدرعات بتاع مش انقلاب ناعم. ولازم ننظم صفوفنا ضده مع كل اللي هيقف ضده النهارده، لانك انت محتاج كل نفر كل بني ادم مستعد يقف قدام المدرعات دي، مستعد يوقف المدرعات دي يبقى واقف معاها. هو شاب من اخوان المسلمين، هو شاب من اليسار، هو شاب من الحركات الشبابيه، هو شاب ملوش اتجاه سياسي واضح بس مش عايز انقلاب عسكري، لازم ننظم صفوفنا بالدول. اخر نقطه عايز اقولها على موضوع البرادعي. زمان اتكلم على البرادعي. البرادعي يعني كل مواقفه دي تختلف من ما بين فيينا وجنيف. يعني هو يعني مشاركته في الثوره المصريه من الخارج. الايام اللي قعدها في القاهره خلال الثوره المصريه تعد على اصابع اليدين. ومواقفه كلها الحاليه بتزق في سكه في النهايه بتخدم المجلس لا نثق في الليبراليين، لا نثق في البرادعي. بس والله الليبراليين عايزين يقفوا معانا ضد الانقلاب العسكري، عايزين ينزلوا معانا ماشي، عايزين لا امبارح مش موجودين. مش امبارح بس ماشي ماشي ماشي، اللي هيناضل معانا في الشارع اهلا وسهلا بيه. بس برضه زي ما احنا ما بنثقش في قيادات الاخوان المسلمين، ما بنثقش في قيادات الليبراليين. اخر نقطه حوالين المثاليه. المثالي بجد هو اللي يفتكر انه ممكن النظام الرأسمالي المصري يستقر على ما هو عليه، انه ممكن الزلزال اللي حصل خلال السنة ونص اللي فاتوا يتم تجاهلهم ويوصلوا لاستقرار مالي. الواقع الجد هو إمكانية استمرار الثورة المصرية وامتدادها في المنطقة. يعني أبسط حاجة إن السودان النهاردة مولعة، أخذ وقت شوية قبل ما الموضوع يوصل السودان، بس في النهاية اللي حاصل النهاردة في السودان شيء في منتهى الأهمية بالنسبة للثورة المصرية. رئة جديدة بتتفتح للثورة المصرية. إن الثورة المصرية حصلت، إنه الثورة المصرية عملت معجزات حتى الآن. دي مش حاجة مثالية، ده حاجة في واقع شفناها بعينيها، وبالتالي إن إحنا نتوقع معجزات جديدة، إن إحنا نتوقع إن الجماهير المصرية تحقق نجاحات جديدة، ما فيهاش أي نوع من المثالية، العكس ده دي هي الواقعية لو اشتغلنا عليها، لو حطينا إرادتنا لتحقيق المطالب. آخر حاجة عايز أقولها إنه لازم نطلع بأفكار ملموسة لهنعمل ايه بكرة وهنعمل ايه بعد بكرة، لان في النهاية المعركة دلوقتي المعركة مش بتكلم على مستقبل مصر هيحصل في ايه، انا بتكلم على معركة هتبدأ من بكرة وهتبدأ من بعد بكرة. اول حاجة ان احنا لازم ندعو كل اللي نعرفه جوه الاشتراكيين الثوريين، بره الاشتراكيين الثوريين، من كل الناس اسلاميين ليبراليين وغيرهم، للوقوف معا في الميادين للعمل بالدعاية بالتحرير بالتنظيم بالوقفات بالمظاهرات بالاضرابات لمواجهة مخطط الدولة العميقة، لمواجهة مخطط المخابرات المصرية، لمواجهة مخطط المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لوقت لأكل الثورة المصرية. ده اللي هم عايزينه النهاردة. مفيش مجال للإحباط، مفيش مجال للتراجع، مفيش مجال للخوف، مفيش مجال للتذبذب، مفيش مجال للخبطة. لازم ننزل من دلوقتي ننظر كل واحد في الحي بتاعه، كل واحد في الشغل بتاعه، كل واحد في المكان اللي بيشتغل فيه، في المكان اللي ليه صلات بيه. لازم نحرك كل الناس، لازم نزق كل الناس انها تقف مع بعض ضد المخطط اللي احنا شايفينه بعينينا النهارده. وشفنا بلد ورا بلد لما الجيش بيقرر ياخد السكه دي بتوصل لايه، وشفنا بلد زي الجزائر بتتمزق قطعا اربا وتتبهدل بسبب انه قدره الجيش على انه يخوض صراع زي ده. مصيرنا لازم يبقى مختلف. شكرا. صناعه الطبقه العامله ومراكزها بتتحرك من مكان لمكان ومن صناعه الى صناعه. فالفكره ان احنا نفهم فين طليعه الطبقه العامله. ليه السويس لعبت دور مركزي في الثورة المصرية؟ مش بس طبعا لتاريخها النضالي ضد الانجليز وضد اسرائيل والى اخره، كمان مهم جدا لانها بقت مركز اساسي من المراكز الجديدة للطبقة العاملة المصرية بسبب الموالي، بسبب مليون حاجة حصلت في الرأسمالية خلت السويس تبان على خريطة الطبقة العاملة المصرية. لازم احنا نبقى صحيين للتغييرات اللي بتحصل في الطبقة العاملة ونعرف الطليعة فين.
والاهم من ده انه انك تخلق التنظيم القادر على الربط ما بين المواقع والصناعات المختلفه. ودي حاجه مش سهله وبتاخد وقت، ما ينفعش ان احنا نروح كده ما نحصلش غير ليه لغايه دلوقتي ما في العمال مش متوحدين وبيعملوا اضراب معانا، لانها حاجه سهله. لو كانت حاجه سهله كانت تنتهي الثوره المصريه بالنجاح من شهور. الموضوع صعب ومحتاج شغل جامد، محتاج دقه ومحتاج صبر ومحتاج روح نفس طويله، وده اللي بيخوف الواحد في اللحظات دي. هي ما بنبصش قوي على تويتر والفيسبوك، بس يعني لما حد بيوريني اللي مكتوب فيهم يعني بلاقي ان في قدر كبير جدا من الاحباط والتخبط، ان انا فعلا مش شايف لهم اي سبب على الاطلاق. يعني احنا النهارده في مصر، سيبك من المجلس العسكري الجوي، امبارح مظاهرات مليونيه في القاهره واسكندريه والعديد من المحافظات، النهارده 5 اضرابات عماليه ضخمه، بكره هيبقى في حشد ضخم مع نتائج الانتخابات الرئاسيه، بعد بكره هيبقى في مليونيه ضخمه في التحرير، معنى انه هيبقى في مليونيات تاني في التحرير معناه انه هيبقى في اضرابات وتحركات في كل المناطق اللي في مصر. هل من المنطقي ان احنا نواجه ده بالاحباط؟ هل من المنطقي ان احنا يبقى ده كل ده بجد الجماهير بتتحرك واحنا لا؟ اصل مفيش فرق بين الاخوان واللي عسكر وخلاص بقى، ما هي ما قفلت بقى وكرسي زي غيره زي شفيق زي ده. موقف فعلا متعادي على الجماهير يعني بصراحه، يعني احنا محتاجين نبقى في وسط الجماهير، محتاجين نبقى بنبقى ناضل معاهم، وما ينفعش في اي لحظه ان احنا نحبط. الاحباط معاه ان احنا معناه ان احنا بنفقد ثقتنا في الجماهير، الجماهير اللي عملت معجزه الثوره المصريه، الجماهير اللي نزلت باعداد ما شفناهاش في التاريخ قبل كده. ما ينفعش نقبض للحظه. النقطه الاخيره موضوع كيفيه التنظيم. احنا مش بنخترع العجله الجديد، احنا في تراث طويل من اول ما قامت ثورات في العالم المعاصر من الثوره الفرنسيه لغايه النهارده اتبنى تنظيمات ثوريه. في تراث طويل تفصيلي بايه الاخطاء، بايه الحاجات اللي بتنجح، بايه الحاجات اللي بتبني، بايه الحاجات اللي بتفشل، بايه الحاجات المفيده، بايه الحاجات اللي بتفيد. احنا لازم نستوعب التراث ده كله ونبني على اساسه. احنا مش بنشتغل في الضلمه، احنا ورانا تراث طويل جدا، مش بس من النضال، من التضحيات الضخمه لبناء تنظيمات ثوريه في العالم اللي احنا بنبني على اساسه. جزء من ده ان احنا عارفين ان احنا محتاجين تنظيم اشتراكي ثوري مستقل برايه مستقله برايه واضحه بيشتغل احيانا في، ودي نقطه مهمه جدا، احنا بنستفيد من كل الفرص. احيانا الفرص دي بتبقى شرعيه زي الانتخابات نستفيد منها، لو الجماهير مشاركه فيها نستفيد منها، لو موجودين في وسطهم نتكلم معاهم عن الاشتراكيه في وسطهم وهم في الانتخابات، ونستفيد من الحاجات غير الشرعيه ان احنا ننزل في المظاهرات، ان احنا بنوقف الطرق، ان احنا بنعمل اضرابات، ان احنا ما بنخافش من القوانين اللي ضد الاضرابات، ان احنا ما بنخافش من القوانين ايا كانت، وبنكسر القانون لما يبقى الجماهير بتكسر القوانين البرجوازيه اللي مطروحه، ومش هنخاف من القوانين الجديده اللي المجلس الاعلى هيطلعها، ومش هنخاف من بيقول المخابرات هتقبض علينا مش هتقبض علينا. لو تفتكروا لما طلع القانون ضد الاضرابات في بدايات الثوره وقالوا هينزلوا بالشرطه العسكريه يعني ده، محدش خاف منهم والاضرابات استمرت ما عرفوش يعملوا حاجه. برضه القوانين في حد ذاتها مش هتعمل حاجه، توازن القوه على الارض لو العمال اصروا على الاضرابات ولو الجماهير اصرت على نزول الميادين مفيش قوانين في الدنيا هتقدر تمنعهم ولا توقفهم. محتاجين يعني لو نتكلم على شكل التنظيم، محتاجين نبني تنظيم الاشتراك الثوري المتماسك اللي واضح المعالم، ومحتاجين نبني الجبهه الثوريه الاوسع اللي اتكلمنا عنها اللي بتضم كل اللي عايزين استمرار الثوره المصريه، كل اللي من مصلحتهم استمرار الثوره المصريه، منظمات شبابيه، لجان شعبيه، نقابات عماليه، روابط عماليه، لجان احياء، كل التشكيلات الجماهيريه اللي شايفه انه الثوره لا يمكن انها تقف عند النقطه دي، والثوره لا يمكن انها ترجع لورا، نجمعها ونخلق الجبهات اللي نقدر بيها ان احنا نواجه العسكر. انا في تقديري ان العسكر حاسبها غلط. ان العسكر لان العسكر خصوصا اللي ماسكين العسكر قيادات العسكر جنرالات كبار لانهم بيحتقروا الجماهير، بيكرهوا الشعب المصري. عندهم كراهيه
دفينة جيش الشعب المصري. اي حد دخل الجيش المصري هيعرف ده. عندهم كراهية للجنود، عندهم كراهية للتحت عموما، للجماهير العادية عموما. الكراهية دي بتعميهم عن قوة الجماهير. هم حاسبينها دلوقتي على انه الجماهير انهكت تعبت وهتتراجع وهتخاف من تهديدات. احنا لازم نبقى بنزق في عكس السكه دي، ونثبت ان الجماهير مش خايفه من العسكر ومش هتخاف من العسكر. حوالين الموضوع دي اخر نقطه هقولها قبل ما نكمل. في فرق ما بين ان احنا نجمع القوى الثوريه وما بين بعض القوى الليبراليه اللي هي لا تموت بصله بالثوره، منهم في تقديري انا يعني ممكن نختلف او نتفق على ده، احزاب زي حزب الدستور بتاع البلد. انا في تقديري انه حزب زي حزب الدستور ده فخ، مش حزب هيلعب اي دور حقيقي في الثوره، بس ممكن ده يبقى قضيه للنقاش. وضح الليبراليه اللي باين منها اللحظه دي هي انه في الاختيار ما بين الاسلام السياسي والعسكر هيختاروا العسكر. انه لما المحك، لما نبقى على المحك، اختيار القوه الليبراليه هيكون مع الاستقرار بمعنى استمرار حكم العسكر، ومش هيكون مع تحدي حكم العسكر. فاكر المعنى ده. احنا عندنا بس خمس مداخلات باقيه. الاشتراكيين السوريين مثلا لوحده بيعني كل المجموعات اللي اتكلم عليها احمد، من حركات شبابيه، من حركات ثوريه، من تجمعات يساريه، من تجمعات بمختلف الوان الطيف، اللي عايزه تكمل الثوره واللي عايزه تهزم الثوره المفاوضه، لازم نشتغل مع بعض، لازم نكون اكبر جبهه واوسع جبهه ممكنه بما فيها الاسلاميين، بما فيها القوة اللي بتسمي نفسها إسلامية، لهزيمة الثورة المضادة ولهزيمة المؤسسة العسكرية ولهزيمة المخابرات اللي فجأة طلعت في يعني فجأة بقت موجودة في الساحة ومن حقها إنها تهبط علينا في الشوارع. لازم أوسع جبهة ممكنة، بس لما نقول أوسع جبهة ممكنة ما يعنيش على الإطلاق إن إحنا نفقد استقلالنا، ما يعنيش على الإطلاق إن إحنا نعمل تنازلات للقوى الأخرى اللي في الجبهة. احنا بنتفق على مطلب محدد، احنا هنرفض التعديلات الدستوريه اللي عاملها المجلس العسكري، احنا هنرفض فكره المجلس الدفاع الوطني، احنا هنرفض الطريقه اللي بحل بيها البرلمان، احنا هنرفض الحاجات دي. هنشتغل مع كل اللي رافضين الحاجات دي عشان نخلق اكبر قدر، اوسع قدر من الناس عشان نقدر نكسب المعركه. احنا مش هنكسب المعركه لوحدنا، احنا محتاجين اوسع كتلة ممكنة. بس ده ما يعنيش ان احنا ما بنكملش في مشوارنا المستقل، ما بنكملش في بنى تنظيمنا الثوري المستقل اللي له وضوح على المستوى الطبقي، وضوح على مستوى المشروع الاجتماعي. في نقطة حوالين اللجان الشعبية اتكلم عليها احمد برضه، اتكلمت عليها دينا، فكرة انه اللجان الشعبية اتسيست زيادة عن اللزوم، بمعنى انها غرقت في الامور السياسية العامة وسابت ايه المطالب الجماهيرية المباشرة اللي هي كان ممكن تشتغل عليها. ده صحيح، وده جزء من عملية اعادة الاحياء. يعني ميزة عملية اعادة احياء الاشكال اللي اتعملت في بداية الثورة ان احنا بنتعلم من اخطائنا، بنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها. في فرصة دلوقتي لإعادة إحياء اللجان الشعبية بمختلف أشكالها، على أساس إنها تربط ما بين حاجتين وبعض. تربط ما بين المطالب المباشرة في الأحياء اللي هي ما بتحصلش فيها أي حاجة على الإطلاق، ولا كأن في ثورة ولا كأن في أي حاجة على الإطلاق، وما بين المطالب السياسية. يبتدي يبان الحاجتين جنب بعض، إنه عايزين ديمقراطية، عايزين برلمان منتخب، عايزين نهزم المجلس العسكري، وعايزين المجاري تتصلح، وعايزين الكهرباء، وعايزين المدرسه تتبني، وعايزين المستشفى تتبني والمستوصف تتبني والحاجات المطالب الاساسيه. فقط ما بين بالربط ما بين الحاجتين دول ينفع ان احنا نتقدم، وينفع ان احنا نبني تنظيمات على الارض.